اهلا بكم مع مهند بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم احنا هنتكلم عن سعر رائع وخطير وعرض حصري لمده 3 ايام فقط، طبعا لزبائننا اللي عايزين ينزلوا سياره على مصر قبل السنه الجمركيه. هي الايكوينوكس ال 1.5 التوربو ال 170 حصان الست سرعات اوتوماتيك. الفئه اللي قدامنا هي اللي عليها العرض، هي اسمها ال اس. خلينا نشوف سعرها الاصلي كان كام. سعرنا الاصلي كان 94,900. اليوم احنا عندنا عرض حصري زي ما قلنا 3 ايام فقط، عندنا التأمين الشامل، التسجيل والمخفي والسيرفيس الاول على 10,000 كيلو او اول سنة ايهما اقرب، مع ضمان 3 سنوات او 100,000 كيلو واربع سنوات مساعدة على الطريق. نشوف العرض بعد ما نشوف بس شوية مواصفات للسيارة. السيارة عندنا طبعا رنجات 17 زي ما احنا شايفين، عندنا دخول ذكي على الابواب. خلينا نشوف استهلاك البترول، اللتر الواحد بيمشينا 15 كيلو ميكس ما بين خط ومدينة. هندخل نشوف السيارة من الداخل، عندنا طبعا الإضاءة الذاتية الأوتو لايت، وفي مثبت السرعة، كشافات ضبابية أمامية وخلفية، المكيف الخلفي، 4 إيرباج، الفول أوتوماتيك طبعا عندنا هنا. أهم حاجة في السيارة دي طبعا المساحة الخلفية، زي ما احنا شايفين ما شاء الله بتشيل ركاب، 5 ركاب كبار يقدروا يقعدوا براحتهم. مفيش سيارة في السوق بتنافسها من ناحية المساحة والحجم. زي ما احنا شايفين المكيف الخلفي عندنا، الشاشة التاتش فيها الابل بلاي والاندرويد اوتو، التشغيل بالبصمة بوش ستارت. نرجع نشوف من ورا، ده شكلنا من ورا. عندنا السيارة ما شاء الله ليها حضور على الشارع طبعا، الشنطة مقفولة. خلينا نشوف واحدة تانية، تعالوا ورايا. في واحدة مفتوحة قدامنا اهي، ودي حجم الشنطة من ورا او الدبة الخلفية بتاعتها زي ما انتم شايفين ما شاء الله. حجمها طبعا بيتقاس باللتر، بيعدي 800 لتر بدون ما ننزل الكراسي الخلفية. لو نزلنا الكراسي الخلفية طبعا هيعدي 1000 لتر بكل سهولة. نقدر ننزل جزئين زي ما احنا شايفين، او جزء طبعا حسب الاستخدام وحسب الحاجه. يلا بينا نشوف السياره مره ثانيه من قدام، ده شكلها. مساحه ما شاء الله كبيره جدا، الليج روم والهيد كليرنس او مساحه للرجل والراس طبعا، السقف عالي، الركاب كلهم هيكونوا قاعدين براحتهم. انا مستني اخليكم منتظرين معايا لاخر الفيديو عشان نشوف العرض اللي عليها لمده 3 ايام زي ما احنا قلنا. تامين وتسجيل ومخفي وسيرفيس اول على 10,000 كيلو او سنه، ضمان 3 سنين او 100,000 كيلو واربع سنوات مساعده على الطريق، لازم نلحقها قبل السنه الجمركيه في مصر طبعا. طبعا احنا عايزينكم تشتركوا معنا في القناه بتاعتنا وتفعلوا الجرس وتعلقوا لنا بكل الاستفسارات اللي عندكم. زي ما انتم اتعودتوا مع مهند 050-516-3525 من بن حموده للسيارات في ابو ظبي والعين. زي ما انتم شايفين ده شكل الستيرنج، في التحكم كامل طبعا على الستيرنج، عندنا الكروز كنترول، الاوامر الصوتيه عشان الابل بلاي والاندرويد اوتو زي ما انتم شايفين، التحكم في المنيو بيظهر على الشاشه الديجيتال، عندنا الار بي ام والشاشه الديجيتال بالمقياس ضغط الاطارات واعداد السرعه الديجيتال طبعا، والرينج بتاع البترول هيدينا قد ايه، الاضاءه الذاتيه او الاوتو. وادي شكل الشاشه عندنا 8 انش تاتش بالابل بلاي والاندرويد اوتو احنا قلنا، وفي وصلات لليو اس بي واليو اس بي سي. الجير بتاعنا تقليدي 6 سرعات اوتوماتيك تيبترونيك، ده شكل التابلو. السيتس ده ما انتوا شايفين فابريك 2 تون رمادي مع اسود، والهاند بريك الكتريك، والبوش ستارت مرة تانية. ده شكلها من الداخل، السقف ما شاء الله عالي، عندنا 4 ايرباج، مواصفات الامان ما شاء الله عالية فيها كتير. سيارة يوني بادي
مش بادي اون فريم. ده بيأثر طبعا على الثبات، العزل، البترول، ايه تاني طبعا الرؤية عندنا هنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين، الازاز الامامي طبعا كبير ما شاء الله وعريض، فالرؤية فيه واسعة بزاوية كبيرة زي ما احنا شايفين. المراية عندنا كبيرة جدا ما شاء الله، هتبين لنا الطريق. كل ده بيساعد في السواقة طبعا، هي حاجات انتوا تحسوها تفاصيل صغيرة بس كل ده بيساعد في السواقة وفي الراحة وفي الامان طبعا. زي ما احنا شايفين المسافة بعيدة ما شاء الله، وده استهلاك البترول زي ما انتوا شايفين، لتر واحد فقط يمشيها 15 كيلو ميكس ما بين خط ومدينة، واخدة تقييم ممتاز. السيارة اللي قدامنا هي 2020، يعني تقدر تنزلها عادي بتخفيض جمركي قبل شهر 10. خلينا نشوف السعر الخاص لمدة 3 ايام، سنلقى عليها نظرة قبل ما نقول لكم السعر في الاخر. سعر مفاجأة طبعا، واللي يلحق يحصل بقى العرض ان شاء الله يتصل على مهند عشان يستفيد من العرض والتخفيض الكبير والباكج اللي نازلة مع السيارة في التخفيض. زي ما احنا شايفين الايكونوكس موجودة على جانب الباب، تدي حضور كبير للسيارة. وده شكل التاير او الرينج، نشوف الياس اللي هو باين معانا 225 على 65 على 17 ماكسس تايرز. تمام، في عندنا طبعا الخط ال LED في الإضاءة الأمامية، الإضاءة الرئيسية بتكون هالوجين، وفي عليها طبعا الكشافات الضبابية الأمامية والخلفية كمان. ده شكل السيارة زي ما احنا قلنا، هي أكبر سيارة في فئتها وأكبر ماكينة كمان، والتربو بتاعها بيشتغل مجرد ما تشغل السيارة، مش بينتظر انك تضغط على دواسة البنزين عشان يشتغل. شايفين ما شاء الله. أهم حاجة حاليا في السعر بتاعنا اللي هو الثلاث أيام في بن حمودة للسيارات، هقول لكم عليه في آخر الفيديو. اللي سألنا على العرض أو مستني العرض زي ما قلت لكم في آخر الفيديو، السيارة احنا قلنا كان سعرها 95 تقريبا أو 94.900 اليوم لمدة 3 أيام فقط مع بن حمودة للسيارات مع مهند. تقدر تحصل السيارة مع ضمان 3 سنين أو 100 ألف كيلو وأربع سنين مساعدة على الطريق، التأمين شامل لمدة سنة، والتسجيل والمخفي 76900 درهم فقط لا غير، 76900 درهم فقط لا غير. الحقها اليوم قبل سنة جمركية ما تبدأ أو تنتهي. يلا بينا، وهستنى تليفوناتكم وتعليقاتكم على الفيديو بتاعنا على القناة بتاع اليوتيوب. أهلا بكم.